وللمزيد ينضم الينا هاتفيا الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع. اهلا بك يا استاذ اكرم. وفي البدايه هي زياره مهمه يجب التوقف عندها، النائب العام المستشار محمد شوقي وفريق من اعضاء النيابه العامه قاموا بزياره تفقديه لمنطقه مركز اصلاح وتاهيل بدر للوقوف على احوال النزلاء واوضاعهم المعيشيه كما تابعنا خلال التقرير. في رايك ما هي اهميه تلك الزياره؟ الزياره دي مهمه جدا لانها جزء من مطالب القانونيين والحقوقيين بشكل عام، وجزء من مهام الحقيقه منصب النائب العام والسلطه التنفيذيه في متابعه عمل السجون، عمل يعني مراكز التاهيل اللي اصبحت تطورت بشكل كبير. والحقيقه من ضمن ما حدث برضه اللي هو لو في شكاوى يتم التحقيق والتاكد من صحتها او كيديتها، ده جزء مهم. فالحقيقه ده دور مهم لانه رقابه النيابه على اماكن الاحتجاز او الاقسام او مراكز التاهيل ده جزء مهم جدا. والحقيقه انه من المهم ان يكون في بالفعل متابعه لهذه الاماكن، وكمان الحقيقه حتى تطورت هذه الاماكن بشكل كبير بالشكل اللي يناسب اكثر حقوق الانسان والتطور الحادث في القانون والتشريع وغيره. يعني الفترات السابقة ربما تابعنا زيارات مماثلة ولكن لمجلس القومي لحقوق الإنسان بمرافقة عدد من الإعلاميين، ولكن هذه الزيارة من النائب العام وفريق من النيابة العامة كيف تراها تسهم في التأكيد على حقية على ممارسة النزلاء لحقوقهم في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟ ده بالضبط. يعني النيابة العامة مهم جدا اللي هي تتحرك واللي هي تعمل في هذا السياق، وده جزء من دورها، وده تأكيد بالفعل زي ما انت أشرت أولا قبل كده المجالس حقوق الإنسان أو تطبيق عموما تطوير الأداء سواء حتى في هذه الدور اللي شفنا افتتاحها وتطورت واختلفت تماما ما لم تصدقون، ولكن مراكز التأهيل فيها عمل فيها حركة فيها رعاية طبية يجب أن النيابة تتابع ده. وبالتأكيد تحقيق الشكاوى جزء مهم لصالح كل الأطراف، لصالح الشاكي ولصالح المشكوك في حقه اذا كان في شكاوى كيديه، لان بالفعل خلال الفترات اللي حتى زيارات حقوق الانسان والحقوقيين وبعض المبعثات كانت مهمه جدا انها كشفت انه بعض الشكاوى غير صحيحه وفيها ادعاءات او محاوله لتسريب كلام او صور او غيره. هذا دور مهم جدا للنيابه وتاكيد لفكره انه لا احد يمانع او بالعكس يجب ان يتم تطبيق معايير حقوق الانسان بشكل كبير، واظن الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان فيها جزء من هذا الامر، فاتجاه مهم جدا لهذه الضمانات، وهذه الضمانات ضروريه واساسيه في حمايه حقوق النزلاء وحقوق فكره التاهيل يعني. نعم. الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.